كثيرا ما نويت أني أضع هذا الفيديو، لكن سبحان الله حان وقته الآن. يعني الفيديو هذا سأضع فيه يعني خلاصة تجربتي مع كل ضائقة أمر بها، مع كل صعوبة أمر بها، وأستطيع أن أقول لكم أن الله سبحانه وتعالى أراني المعجزات في حياتي وحياة أهلي وأحبابي وأناس أعرفهم والله العظيم بنفس الطريقة. لكن سأقول لكم شيئا، يعني خلاصة كل هذه التجارب هي أنه اللجوء إلى الله. في كل مرة ألجأ إلى الله بشيء، يعني مرة سبحان الله أجد نفسي محتاجة إلى الاستغفار، وأنا أتذكر ذنوبي وأضعها نصب عيني وأقول لله سبحانه يا رب اغفر لي، أنا أعلم يا رب أنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، وأقولها من قلبي أني يا رب أعلم أن ما أنا فيه بما كسبت يداي وقد عفوت سبحانك ولا تزال تعفو عن كثير، وأعلم يا رب أنك حين تغفر الذنب تمحو الذنب وأثر الذنب. فأحيانا الاستغفار سبحان الله أرى فيه العجائب، وكثير من نصحت بالاستغفار بالذات فرأينا العجب سبحان الله. أيضا أحيانا سبحان الله فقط أجلس يعني في مكاني لا أحد يراني، فقط الله سبحانه وتعالى، ثم يعني أمسك بقلبي وأبدأ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لا أعد ولا أحسب، فقط أتذكر ذنوبي وما كسبت يدي، ثم أستغفر وأستغفر وأستغفر. وأقسم لكم بالله أحيانا لا تتجاوز ليلة واحدة فيريني الله العجائب. يعني أنا لا أحكي لكم عن أمور تافهة أو أمور عادية وبسيطة، لا، أمور شائكة تراها سبحان الله، كيف أن الله سبحانه وتعالى بعض الناس ممكن يبقى في كرب لأسابيع لأشهر لسنوات، لكن والله اللي يعرف قيمة هذا الأمر واللجوء إلى الله والله العظيم ما يطول إلا إذا الله سبحانه وتعالى رأى أن هذا الأمر يحتاج إلى يومين أو ثلاثة من أجل أن يتغير. لكن سبحان الله سترون العجب، وبعد هذا الأمر بعد ما تتعلموا هذه الطرق أول شيء يعني تبدأوا تحسوا به أنه سبحان الله أنت في قمة الكرب لكنك مستمتعة مع الله، تحسي فقط أنه هذا الابتلاء جاء حتى يقربني من الله، حتى أستغفر كثيرا، حتى أسبحك كثيرا، حتى أذكر كثيرا. أحيانا أخرى أجد نفسي مع كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله الحوقلة وما فيها من خيرات. أنك تتفكري مثلا صعوبتك، مثلا عندك زوجك أو ابنك أو أمر صعب يعني لا يمكنك أن تغيري فيه أي شيء، ثم تجلسي وتذكري هذاك الذنب وهذاك الأمر يعني، وتبدأي لا حول ولا قوة إلا بالله، وكأنك تقول ربي يا رب لا قوة لي على هداية زوجي إلا بك، لا قوة لي على تغيير أبنائي وإصلاحهم إلا بك، يا رب لا حول ولا قوة لي على إصلاح نفسي إلا بك، لا حول ولا قوة لي على الرشاد والإصلاح إلا بك. ثم سبحان الله والله العظيم أيضا ترين العجب، قلت لكم يعني ممكن ليلة ممكن ليلتان يعني كل شيء يتغير. أنا لا أقول لك انتظري أنه ربي يغير لك في ليلة، لأنه سبحان الله الله في حياتنا معه يقولنا دائما لابد نعيش بهذه القاعدة ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني أي ابتلاء في البداية خاصة في بداية علاقتك مع الله أو بدايتك للجوء إلى الله في وقت الضيق، سترين في بعض الأحيان أن هذا الابتلاء جاء ليغسلك، جاء لينظفك، يعني لابد من تنظيف، لابد من غسل، لابد من تجربة وحياة مع الله. يعني لما تجربي وتعيشي مع الله وتشوفي كيف أنه بالله سبحانه وتعالى قدرتي أنك تتجاوزي هذه المحنة، بالله أحدث لك المعجزات والكرامات، بعدها تبدأي ممكن بدل ما كنتي تحتاجي دعاء ودعاء إلا درجة أنه أحيانا تقولي دعوت فلم يستجب، لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. فهنا بعد أنك توالفي وتبدأي تعتادي أنك تدعي وتشوفي الدعاء ولو بعد مدة، أحيانا تبدأي تشوفي الدعاء يستجاب في لحظته، أحيانا ليلة واحدة كافية أن تفرج الطامات والملمات بفضل الله وحده. فهذه نصيحتي. أحيانا أيضا نحتاج إلى
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وكلها أمور تقربك من الله ودائما القرب من الله. لأنه كما قلنا ونكرر ونقولها، كل ابتلاء له حكمة، والحكمة أحيانا من الابتلاء أن يرفعك درجة، وهذه الدرجة لن تصليها إلا بذلك الابتلاء. فإذا أنت أكثرت من الطاعات ستصلين تلك الدرجة وتتحقق الحكمة من ابتلائك، ثم يزال ذاك الابتلاء. أيضا في حالة مثلا الاستغفار، لعلك عندك ذنوب، لعلك عندك أمور تحتاج إلى غسل وتنظيف، فنظف في نفسك بالاستغفار أحسن من أن تبتلي. لأنه الإنسان إما أن ينظف نفسه بأعمال صالحة، إما أنه لا بد من ذلك الابتلاء الذي يغير المسار ليقول لك أنه دوري هاك، هذا الطريق خطأ، أسلكي هذا الطريق. أحيانا لا بد من صفعة، صفعة محب تفيقك من غيبوبة. أحيانا لا بد من يعني ابتلاء يعيدك إلى رشدك، يذكرك، يقول لك من تعبدين، من تعصين، لماذا، إلى متى. هذه أحيانا لا بد منها، لكن ليست لأن الله يريد أن يعذبك أو لأن الله يريد أن يتعبك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أحيانا من محبتك لذلك الطفل مثلا تلقاه رايح للنار ومشيلها يجري، من محبتك له تشديه، إذا ما سمعت لك ما سمع لكش ممكن تضربيه، لكن ليست ضربة إنسان بغيل ويبكي، لا، إنسان خايف عليه من ألم أكثر من ألم تلك الضربة اللي ممكن تفيقه وترده إلى رشده. فنفس الشيء مع الابتلاء، الابتلاء يرفعك ويقربك من الله ويعيدك إلى رشدك ويصحح مسارك ويجعلك أقوى وأقوى، فتصبح ذلك المؤمن الثابت الصلب. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فهذه يعني نتاج الأمر اللي كنت كل مرة أريد أن نقولها ونقول لك الآن. ابتلاءك هذا اللي عندك والله العظيم قادر الله سبحانه وتعالى أن يفرجه في لحظة. وتذكر الكلمة اللي قالها الشيخ مشاري الخراز لما يقول لك تذكر، يعني طريقة رائعة وفعالة أنها تريحك، لأنك تعلم أنك وكلت أمرك لملك الملوك، الله سبحانه وتعالى الوكيل، لما تقولي حسبي الله ونعم الوكيل. لبلك هذه الآية، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، لما قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. يعني شوفي من صعوبة يجي واحد يقول لك الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هنا زاد إيمانهم، لأنه عارفين شكون راهو يعبدوا. حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفينا الله سبحانه وتعالى، أحسن وكيل نوكله على أمورنا وشؤوننا هو الله سبحانه وتعالى. فحسبنا الله ونعم الوكيل، وكلناك يا ربي أمورنا. فتذكري كما قال الشيخ مشاري الخراز، يقول لك تذكر الأمر والصعوبة التي أنت فيها ثم أوكلها إلى الله وقل لله هذا الأمر بين يديك. يقول لك لما مثلا تكون في طيارة، الطيار اللي راه يطير بك، يعني لولا ثقتك أنه طيار ناجح وأنك قد وضعت نفسك يعني بين يدي أيدي آمنة، هل تركب تلك الطيارة وتصعد بك إلى أعالي وأنت جالس مطمئن؟ كذلك بالنسبة لله أو أكثر، ولله المثل الأعلى. لما توكل أمرك بين يدي الله تقول له يا رب عارف أنه ممكن أنا الأمر هذا يبدو لي صعوبة، لكن أعلم أنه مدام قدرت لي ومدام أني حطيتني فيه فأكيد أني بك أقوى وبك يعني سينزاح وبك سيفرج. لكن الآن وش علي أنا نقدم؟ ما نخممش في الابتلاء، بل نخمم ما هو دوري حتى يفرج هذا الابتلاء وحتى ييسر الله أمري. عندك الاستغفار، عندك لا حول ولا قوة إلا بالله، عندك حسبي الله ونعم الوكيل، عندك يعني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، عندك الدعاء في السجود وانت تبكي تفكروا سبحان الله لما قال له لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وتخيلوا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم. تخيلي لما ربي يقول لك فإنك بأعيننا، لما تعرفي بلي ربي يعني يعتني بك، يدبر لك أمرك، بينما أنت راكي تقول يعني في ابتلاء وخايفة، وقال لك عجب ربك من قنوط عباده ومن قرب غيره. سبحان الله، هذه الكلمة قلتها لكم من وحدة، لما نقولها ونكون نحكي معها وهي في كرب وفي ضيق،
نقول لها والله العظيم لو أن الحجب مكشوفة ولو أنك تشوفي رب العالمين كيف يدبر أمرك لارتحتي. فسبحان الله بعد ما يفرج ربي عليها نقول لها أتذكرين أتذكرين، يعني إنسانة كان عندها كرب. آخر اتصال بيني وبينها قلت لها هذه الكلمة، قلت لها عجب ربك من قنوط عباده ومن قرب غيره. بعد أيام اتصلت بي أول اتصال بعد ذلك الألم اللي كانت فيه في الاتصال الأخير، وهي تقول لي فرج. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لكنها لو كانت قعدت يائسة في هذاك اليوم وتوقعت أنه لن يفرج، لا ليأست ولا ظلمت نفسها أولا. وأصلا الشيطان يريد منا اليأس، لأنه اليأس فيه نضعف. ولما الإنسان يقول لك يقول لك ربي الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعني لما الشيطان يقول لك بلي راك ستفتقر، يعني لما يقول لك بلي راك باغي تولي فقير تمشي للربا تمشي للحرام، لما يأمرك بالفحشاء، لما صاي تبلع على نفسك أبواب أن ربي قادر يرزقني بالحلال تمشي وتسلكي أبواب الحرام فقط لأنك يئست من الله. لأنه سبحان الله لو الإنسان يعلم أنه أمر بين يدي من يقول للشيء يكون فيكون، والله ما يأسي ربي ليأتي برزقه، والله العظيم ما يخاف من شيء أو من ابتلاء إلا هو يقول لنفسه أعلم، حتى ولو يبدو لهذا الأمر صعب أعلم أن الله قادر يفرجه. فأنا وش نقول لك؟ نقول لك اجلسي مع نفسك، تذكري صعوبتك، إلجئي، يعني ابتعدي، يعني كوني في خلوة مع الله، ابكي فيها، اذكري فيها ذنوبك، يعني ما تدري فيها والو، لا هاتف لا شيء يشغلك، فقط دوري يعني رب العالمين، وفرغي نفسك من كل شيء إلا من ذكر الله ومن الدعاء ومن البكاء ومن الرجاء. مرات سبحي، مرات استغفري، خاصة استغفري استغفري، لأنه والله ما أهلكنا شيء أكثر من ذنوبنا، وأغلب صعوبات حياتنا هي عقوبات ذنوب. فاجلسي واستغفري وتذكري تلك الذنوب التي تعلمين أن هذا الذنب بالذات الذي يحجب عني كل خير، الذي يسبب لي كل بلاء، الذي هو يعني حائط بيني وبين كل سعادة. فوالله العظيم لو تستغفري من كل قلبك لعل الله سبحانه وتعالى يفرجها لك اليوم، لعل الفرج يكون غدا، لعل الفرج يكون بعد أسبوع أو حتى شهر، لكن ألا إن نصر الله قريب. وبعد ما توالفي مع الله وتوالفي ثمرات الدعاء، والله العظيم تبدأ ممكن ليلة واحدة تكفيك أن تفرج الملمات والصعوبات والطامات الكبرى. ف هذه نصيحة أني أقولها، أتمنى أني لم أطل عليكم ولم أخذ يعني من وقتكم الكثير، لكن كان لابد أن أقولها من كل قلبي. وجربوها، أو أقول عيشوها، ومن لم تكن له تجربة مع الله في وقت الصعوبات وفي وقت، لأنه لما تكون لك تجربة مع الله في الابتلاءات والصعوبات سترين كيف أنه لو يأتي كل ملحد العالم يخبرك أنك على دين خاطئ أو أن أو شيء يشككك في دينك، فأول ما ستتذكرينه هو علاقتك مع الله، أول ما ستتذكره هو الأمور التي عشتها مع الله. ليس المسلم الذي يعيش مع الله كمسلم يعني لا صلاة لا صيام لا طاعة لا عبادة، هذا أول شيء يأتي يكسره، لكن إنسان عاش مع الله رأى كيف أن ربي دار له المعجزات، رأى عون الله له، هل هذا يجي واحد بسيط يقول له بلي راك على الدين الخطأ أو يشكك في دينه؟ لا والله. فالله يوفقنا لما يحب ويرضى، ويأخذ بناصيتنا للبر والتقوى، ويفرج كرباتكم يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إكمالا لسلسلة تجربتي مع الاستغفار، الآن سأتحدث عن طريقة رائعة في الاستغفار، والله أنكم إن جربتموها أو عشتموها فسترون تأثيرها ما شاء الله. هو من تدبراتنا لسورة يوسف وما حدث لإخوته، كل مرة كنت أقرأ سورة يوسف أتعلم منها هذا الأمر، وهو أنه قد تبتلى بابتلاء ليذكرك بذنب ما فتتوب منه فتتغير حياتك بكل هذه البساطة، خاصة فيما يتعلق بالفرج مثلا. هو الحقيقة الاستغفار هو فرج في الدنيا وفي الآخرة، يعني حتى فرج الآخرة تذكر ذنوبك. وكما نعلم أيضا أن الحكمة من الابتلاء ومن الصعوبات التي تحدث لنا في الحياة هي أن يمحصنا الله سبحانه وتعالى بأن ينظفنا بأن ينقينا من الذنوب. فمن الجيد أيضا أن نحاول أن نتخلص من صعوبات حياتنا بالاستغفار، وهذا لا ضير فيه، لأن الله أيضا سبحانه يفرح لما الإنسان
يبتلى فيتجه إليه، أفضل من أن يذهب إلى مقبور أو إلى قبر أو غيرها أو يدعو فيه، يعني يشرك به شيئا. فجميل كما قلت أن نتجه لله في لحظات ابتلاءاتنا. ومن بين الأمور التي تفرج الكرب كما قلنا في المرة الماضية هو الاستغفار. من الطرق الجميلة في الاستغفار والمهمة والمفيدة كثيرا، والله العظيم أنها من أروع ما يكون، وأن أثرها يعني سبحان الله مزلزل، يعني يزلزل الهموم بطريقة عجيبة. هذه الطريقة هي أن تحاول أن تبحث عن ذنب مشابه لما أنت فيه من البلاء. لا يعني أن لا تستغفر عن ذنوبك الأخرى، يعني حاول أي ذنب يأتي على بالك استغفر منه، يعني استغفر الله استغفر الله بحضور قلب كما قلنا أفضل، لأنه كاين ثلاث درجات من في الاستغفار: الاستغفار باللسان، والاستغفار بالقلب واللسان، والاستغفار بالقلب. وطبعا القلب واللسان هو أعلاها درجة، لكن نحن هنا نتكلم عن بحضور قلب. فمن الطرق الجميلة كما قلت أنك تحاولي أن تتذكري ذنبا مشابها لما أنت فيه من ابتلاء، ولعلك أحيانا كثيرة لما تجد ذلك الذنب المشابه لصعوبتك وابحثي عنه فتشي، والله بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ابحثي عن ذنب يشبه ما أنت فيه من محنة، فالجزاء من جنس العمل. مثلا إخوة يوسف، يعني سورة يوسف كلها عبرة كلها حكمة، ترينا قدرة الله على تغيير كل شيء، ترينا قدرة الله على أن يتوب على من يعني رموا في أخاهم في غيابة الجب، يعني نبي في غيابة الجب، وتسببوا في أنه يباع رقا بثمن بخس دراهم معدودة، تسببوا في أنه لما يعني ذهب إلى زوج إلى بيت امرأة العزيز يعني اتهم بالفاحشة ثم سجن في ذنب لم يفعله وغيرها، لكن الله استطاع سبحانه وهو قادر فتاب عليهم لأنه قادر سبحانه. فلا نيأس، المهم أن نبحث ونفتش لعل ذلك الذنب الذي قد تعرفينه جيدا، والذي إن لم تعرفيه فاسألي الله أن يبصرك بعيوبك، لأنه أحيانا كثيرة لازلنا لم نصل لذلك الذنب الذي حال بيننا وبين الراحة، بيننا وبين الطمأنينة، بيننا وبين السعادة، بيننا وبين السكينة وبين القرب من الله سبحانه وتعالى كما نتمنى وكما نرجو. السلف كانوا يقولون إني لا أجد أثر معصيتي أو طاعتي في خلق دابتي وزوجتي، فمثلا تراها في أجهزتك، في أهلك، في تعامل الناس من حولك. كانت ذنوبهم قليلة فعرفوا من أين أوتوا، وكثرت ذنوبنا فلم نعلم من أين أتينا. فحاولي أن تبحثي عن ذنب مشابها لذلك الذنب. مثلا كما قلنا في قصة يوسف عليه السلام، لما إخوة يوسف في البداية هم من فعلوا، يعني هم من قاموا بأنه لما قال لهم أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، جاءوا على قميصه بدم كذب، يعني كذبوا على وهم تسببوا، يعني بفعلهم رموه، بفعلهم تخلوا عنه. لكن الله يعني دار الوقت فأراد الله أن يعلمهم شيئا بأن أخذ منهم أخاه بدون يعني بدون أن يفعلوا شيئا. وهنا في البداية قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، في الثانية قالوا وإنا لصادقون، لكن ابتلي بنفس الطريقة. مثلا زوجك الذي كنت معه في معصية مدة طويلة، مثلا ابتليتي بأنه لما تزوجك صار قاسي، صار يضرب ويكسر وينعت بأسوأ النعوت، ولقد رأيت تجارب كثيرة أصحابها عرفوا أن هذا الزوج الذي عصيت الله معه بالسبع ثمان تسع عشر سنين الآن ابتليت به. فلما تتوب وتستغفر من هذا الذنب يفرج الله كربها كأن شيئا لم يكن. مثلا يعني إنسانة تكلمت في عرض إنسانة أو قالت عن إنسانة ما ليس فيها، ثم ابتليت بعد ذلك بكلمة قالوا عنها ولو بسيطة. يعني أغلب أفكاري الآن هي فقط للنساء، لكن جميعا نستطيع أن نعكسها على الرجال أو غيرها. أخرى مثلا كانت فتاة مثلا عاقة تعامل أمها بعقوق، ابتليت بعد سنوات
ابنة عاقة تعاملها بنفس ما تعامل أمها، فكل ما تري كل هذه الأمور التي قد توحي لك بذنب معين فسارعي وتوبي وقولي لعل الله سبحانه وتعالى يريد أن يصلحني كما قال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، يريد بالابتلاءات المتشابهة لذنوبي أن يصلحني وأن يمحصني قبل أن أسأل عنها في الآخرة بداية. طيب هل هذا يعني أنه بالضرورة يعني مدام بتوليت فأنا أكيد مذنب عاصي كذا كذا؟ لا طبعا، لكن المؤمن الذكي هو الذي يستغل هكذا امتحانات وابتلاءات في فرصة أن يتقرب من ربه، أن يحاول أن يتذكر بعض الذنوب قبل أن يسأل عنها في الآخرة، أن يتهم نفسه قبل أن يخطئ في حق الله ويقول لماذا يا رب، لأنه دائما فكرة أبوء لك بنعمتك عليه وأبوء بذنبي تجعلك دائما مقرا أن الله أنعم عليك بالكثير وأنك مذنب وعاصي، وبالتالي ترى ذنوبك ولا ترى الابتلاءات، ترى نعم الله ولا ترى الابتلاءات، فتركيزك على ذنوبك وعلى نعم الله يجعلك شاكرا راضيا حامدا لله عز وجل. كما أنها تعتبر إحدى أشكال الاعتراف بالمسؤولية وتحمل المسؤولية، يعني لما أتذكر ذنوبي هي شكل من أشكال الاعتراف أني مخطئ أني مذنب، وبالتالي أحاول وأبذل المجهود في الإصلاح بدلا من الشكوى واللوم، أحيانا يصل إلى لوم الله عز وجل والعياذ بالله، لأنه همنا الأول والأخير كمؤمن هو الآخرة وليس الدنيا. لكن أيضا من أجل دنيانا، وسورة هود توضح الأثر الدنيوي للطاعة والأثر الدنيوي للمعصية، فمن الجيد أيضا علينا أن نفكر حتى في دنيانا بأن نحاول تصحيح أخطائنا ونحاول، ومصداق كل هذا غالبا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وكقاعدة أولى أن الله يسمع ويرى سبحانه. فلو تأمل إخوة يوسف في البداية لما كذبوا وقالوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، فأحوجهم الله لموقف يقولون فيه وإنا لصادقون، صادقون، ويحدث معنا نفس ما حدث في المرة الأولى بتعمد، هذه المرة بدون تعمد حتى يرينا الله حجم أخطائنا. فهنا هي وصية، كثرة الاستغفار من أجل الراحة في الدنيا وسعادة وهدوء وطمأنينة ورضوان من الله خير. طبعا كلامنا هنا لا يعني أن كل ما ابتلي إنسان فهذا دليل على أنه فعل نفس الذنب أو ذنب مشابه، لا لا لا، هي فقط طريقة في حالة ما إذا كنا غفلنا عن ذنوبنا أو نسيناها حتى نحاول أن نفكر أن نبحث. يعني سبحان الله لما الإنسان يجلس مع نفسه يحاول أن يفتشها، هل هو مذنب هل هو مخطئ، أفضل من أنه يجلس ويلوم ولماذا الله ابتلاني ولماذا كذا. ومن الأمور اللي تجعلك يعني تشكر الله على نعمه حتى لو لم تعرف ذنبك، حتى لو لم يعني تفعل أي شيء من هذا القبيل، فعلى الأقل هي الشكر، وكما تحدثنا في درس لئن شكرتم لأزيدنكم والذي سأرفعه لكم طبعا في الأيام المقبلة بإذن الله، هي أن تجلسي مع نفسك جلسة شكر وتتذكري أنه مهما يعني أنت تعيشين الآن في ابتلاء فإن نصر الله قريب، والآن وأنت تعيشين هذا الابتلاء فأنت في نعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وكما قال الله إن مع العسر يسر، يعني في وسط هذا العسر الذي أنت فيه هناك أيسار تعيشين فيها، لكننا لا نتفكر. وفقط شيء إضافة بسيطة أقولها لكم، يعني اجلسي وحاولي أن تقولي لنفسك مع ابتلاء هذا كله، مثلا لو فقدت عيني ألن يزيد ابتلائي بلاء، لو فقدت يدي أو رجلي ألن يزيد بلائي صعوبة وألما وعذابا، إذن أنا في نعمة مهما أحاطت بي من ابتلاءات، إلا أني الآن أعلم أنه سيأتي يوم وسيفرج الله كربي. وأكرر وأعيد، لا يعني أني قلت هذا أن كل من ابتلي فقد فعل نفس الذنب المشابه، لا، فقط نحن نحاول أن نفتش هذه الأنفس لعلنا أن نجد فيها أخطاء فنصلحها، ولعلنا أن نقول لهذه النفس تحركي وفكري، ولعل الله سبحانه وتعالى يمحصنا أو يرفعنا درجات، لأنه الابتلاء إما أنه يأتي ليرفعك أو يأتي ليمحصك. ف
فكلاهما جميل وكلاهما للآخرة، والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير من الأولى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.